إنها فرقة القتل الإسرائيلية ويد الموساد الطولى لتصفية أعداء تل أبيب. إذا كنت تهدد أمن إسرائيل فالنتيجة واحدة، ستواجه كيدون. فما هي حربة الموساد التي تم تشكيلها لاغتيال كل من يهدد إسرائيل؟ في 25 من سبتمبر عام 1997 حاول مقاتلان من وحدة كيدون السرية اغتيال خالد مشعل داخل الأراضي الأردنية عن طريق تسميمه. وبالفعل صرف أحدهما انتباه قائد حماس بينما رش الآخر عليه سماً كان من المفترض أن يقضي عليه خلال ساعات معدودة، لكن مشعل شعر أن هناك أمراً غير اعتيادي، وهو ما جعله يبلغ السلطات الأردنية لتنتهي العملية بالفشل والقبض على أفراد هذه الوحدة وكشف هويتهم. شكلت وحدة كيدون بهدف التخطيط لعمليات اغتيال مرتفعة المستوى خارج حدود إسرائيل وتنفيذها. وتقدر التقارير الواردة عن هذه الوحدة أنه وحتى عام 2013 بلغ عدد العمليات التي نفذتها وحدة كيدون أكثر من 75 عملية في شتى بقاع الأرض. وتتشكل هذه الوحدة من نحو 40 فرداً من النساء والرجال. تقع القاعدة الأم الخاصة بهم في مكان بصحراء النقب بحسب ما نشرته صحيفة ساندي تيليغراف عام 2010. هؤلاء المقاتلين يخضعون لتدريبات واختبارات صارمة، حيث أنه من غير المسموح لهم أي إخفاق، خصوصاً بعد فضيحة محاولة اغتيال خالد مشعل والتي تدخل فيها الحسين بن طلال ملك الأردن بنفسه. كما يتم تدريبهم أيضاً على إعداد واستخدام السموم والحقن القاتلة وجميع وسائل القتل الموجودة على وجه الأرض. ولا تقف آلة الاغتيالات الإسرائيلية عند قادة الفصائل الفلسطينية أو حزب الله أو حتى العرب، بل يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك. ففي 11 من سبتمبر عام 1962 نجحت إسرائيل باغتيال عالم الصواريخ الألماني هاينز جروك الذي كان يعمل على تطوير القوى الصاروخية للجيش المصري، كما أنهم استطاعوا أيضاً اغتيال هربرت كروكروس عام 1969 في الأوروغواي، والذي كانت تلاحقه اتهامات بتورطه في مذابح الهولوكوست في أربعينيات القرن الماضي.